السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم رأفت محمود زيني وهذا بودكاست تاءات. حلقة اليوم بعنوان اللجان أنظمة أمان. رغم النظرة السائدة عن اللجان بأنها بطيئة الحركة، ضعيفة الإنتاجية، وقد لا تؤدي لأي نتائج ذات قيمة تحولية، إلا أنها إحدى أهم أدوات الحوكمة المؤسسية باختلاف طبيعة المنظمات التي تتشكل فيها، فنجدها في مجالس الإدارات والبرلمانات والجمعيات والجامعات التي تسود فيها بحكم طبيعة حوكمتها التشاركية. والنظرة السلبية تجاهها تعميمية تجانب الصواب في كثير من الأحيان، فبطء الحراك وضعف الإنتاجية أو تعثر الوصول إلى نتائج ذات قيمة يتأثر بأسلوب تشكيلها واختيار أعضائها وطبيعة المنظمة التي تعمل فيها وأسلوب إدارتها. وإن كانت قراراتها أبطأ من القرار الفردي أو الجمعي المحدود بفئة معينة، إلا أن تشكيلها المتنوع إذا تجاوز ظاهرة تكرار تواجد أفراد بعينهم في معظم اللجان، أي the usual suspects، واللي يرادفها ما عندنا في البلد إلا هالولد، يجعلها أداة فعالة تحسن جودة القرارات، وذلك بالاستماع لوجهات النظر المختلفة وتمكين أفراد المنظمة من المشاركة في الخدمة العامة ودمج أطياف العاملين باختلاف خبراتهم وأعمارهم الوظيفية للعمل سويا، مما يوطد في الغالب أواصر العلاقات ويثري الخبرات ويجهز القيادات ويبني رصيد الثقة المؤسسي في القرارات رغم المطبات، فيؤدي ذلك إلى تيسير التعامل والتعاون المستقبلي بينهم، فيتحسن الأداء العام وتقوى المنظمة بسواعد وعقول أبنائها. لقد صممت الإدارة التشاركية والتي تمثل اللجان إحدى أهم أدواتها لتكون بطيئة عمدا تعج بالضوضاء والتجاذبات، لتكبح جماح القيادة المتعجلة، فتتروى إدارة المنظمة في قراراتها لتجنبها مخاطر فورات التعجل والاندفاع المتسارع المتذبذب التوجهات سلبا أو إيجابا، فتساعد بذلك المنظمة على الثبات والحراك بتؤدة وثقة وتوازن واعتدال. لذلك يمكن أن نقول بأن اللجان أنظمة أمان. شكرا لحسن استماعكم وإلى اللقاء.